أهلا بكم. البداية مع العناوين. ولاية الرئيس عون تنتهي منتصف الليل، أما عهده الوطني فمستمر. الجنرال في الجزء 20، كيف انتخب الرئيس في مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات؟ حكومة ميقاتي لن تمارس صلاحيات الرئيس، والأنظار نحو جلسة الخميس. رئيس الحكومة المكلف يقر بتسجيل صوتي بأنه لم يكن يرغب بالتأليف. في موازاة رفع التعرفة، الكهرباء 10 ساعات قريبا، فشعد ما بدا. مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى، ثم تنشر عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على مواقع التواصل تويتر وفيسبوك وأيضا إنستغرام. أما وقد عاد الرئيس العماد ميشيل عون إلى الرابي أمس، وفيما تمضي الساعات الأخيرة من ولاية السنوات 6 للعهد الوطني الدائم، صار بالإمكان العودة إلى اليوميات السياسية التي سجلت في الساعات الأخيرة موقفين لافتين. الموقف الأول، إعلان رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أمس بالفم الملآن ما كان ينكره على مدى الأيام والأسابيع والأشهر التي تلت تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة. ففي اتصال هاتفي عبر مؤسسة إعلامية زميلة، كشف ميقاتي أنه وجد اللا مصلحة بتشكيل حكومة جديدة في الأيام 3 أو 4 الأخيرة، في إقرار واضح بالصوت بأن ما كان يحذر منه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل منذ ما قبل التكليف، مرورا بمختلف مراحل التفاوض حول التأليف، كان صحيحا. فثمة من تعمد الوصول إلى فراغ حكومي ليضاف إلى الفراغ الرئاسي، مع علمه المسبق بأن الفراغ لا يملأ فراغا، وأن حكومة فاقدة للدستورية والميثاقية والشرعية، أو حكومة غير أصيلة كما وصفها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أمس، ممنوع عليها أن تمارس أيا من صلاحيات رئيس الدولة. أما الموقف الثاني فلطبيب غير مكتمل الشهادات العلمية وحكيم ناقص المواصفات السياسية، شخص فيها وفاء آلاف اللبنانيين ومحبتهم لرمز وطني كبير بالظاهرة المرضية، في دليل واضح إلى أن المشهد البرتقالي الذي أحاط بالقصر الجمهوري في 30 من تشرين الأول 2022 كرس فشله الكامل في القضاء على حالة لبنانية وطنية نقية صادقة، على رغم 4 عقود من الضحايا والدماء والدمار وعمليات الاغتيال الجسدي والمعنوي. فأمس نال السيد سمير جعجع وسام الفاشل الأكبر في تاريخ الجمهورية اللبنانية، حيث قلده إياه آلاف اللبنانيين الذين زنروا قصر بعبدة بمحبتهم للجنرال البطل، التي لم تتغير على رغم سنوات 6 من محاولات الإلغاء المتكررة بأبطالها المعروفين الفاشلين. والبداية من الحلقة 20 من وثائقي الجنرال التي تعود بنا إلى لحظة انتخاب الرئيس الذي دخل قويا إلى الرئاسة ليخرج منها أقوى، ودائما برصيد وحيد هو محبة الناس. البداية إذن من وثائقي الجنرال في الجزء 20، عودة 6 سنوات إلى الوراء، فكيف صار الجنرال رئيسا للجمهورية؟ إنها العودة بالزمن 26 عاماً، بقي تشرين هو نفسه تشرين، لكن ما بين 13 و 31 ليس مجرد انقلاب أرقام،
بل هو انقلاب تاريخ ووقائع ونافذة تأسيسية للجمهورية الثالثة القادمة لا محالة. في 13 تشرين الأول 1990 كانت الخيانة، لكن 31 تشرين كان يوم الوفاء. في 13 تشرين كان الاحتلال، فكرس 31 تشرين تحريراً أنجز وتحرراً زرعت بذوره. في 13 تشرين وقعت خسارة الوطن، وفي 31 تشرين استيقظ الحلم بوطن. في 13 تشرين ربحت المؤامرة معركة، وفي 31 تشرين رفع الحق راية النصر. في 13 تشرين زرع الأمل والرجاء، وفي 31 تشرين ظهرت أول أضواء القيامة. وكأنه كتب لميشيل عون أن يصنع التاريخ، أول رئيس يدخل إلى قصر بعبدة بقوة شعبيته. لم يكن العماد عون قائد حالة عونية فقط، وهو حول التيار الوطني الحر حزباً في 18 أيلول 2005 ليتسلم وصية مؤسسه عشية الانتخابات الرئاسية في 20 آب 2015. أثبت ميشيل عون أنه شعب. صحيح أنه يعود إلى بيت الشعب في نظام ما بعد الطائف بصلاحيات محدودة، لكن بحصانة شعبية قادرة على صياغة الدرع المطلوب على طريق تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي حمله العماد عون والذي عبر عنه في قسمه. انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية أثبت مرة جديدة أنه رجل المهمات الصعبة، خصوصاً أن عهده تقاطع مع أزمات لبنانية هي تركة 30 عاماً من الحكم الفاسد، كما مع أزمات إقليمية ودولية، وهو أصلاً تحت عبء النزوح السوري، بالإضافة إلى الكارثة التي حلت به في 4 آب 2020 لتتضاعف الأزمة مع انتشار وباء كورونا عالمياً. فجلسة الانتخاب التي حضرها السلك الدبلوماسي قصد البعض تحويلها هزلاً واستخفافاً بشعب كما بالموقع الأول في الجمهورية اللبنانية. انتخب العماد من المجلس النيابي، وهو الذي طرح منذ العام 2014 انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب. ثلاث دورات انتخابية لم يحصل العماد عون في أولها على ثلثي الأصوات، ما استدعى دورة ثانية شابتها أخطاء ممكنة أو ربما مقصودة أوحت بنية تطيير نصاب الجلسة، جلسة طلب العماد عون من تكتله مواجهتها بهدوء، لكنها كانت جلسة شد أعصاب بالنسبة إلى جمهور التيار الوطني الحر الذي واكب الجلسة في تجمعات شعبية أقسمت على دعم من أقسم على الدستور. أحلف بالله العظيم إني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه. إن أول خطوة نحو الاستقرار المنشود هي في الاستقرار السياسي، وذلك لا يمكن أن يتأمن إلا باحترام الميثاق والدستور والقوانين من خلال الشراكة الوطنية التي هي جوهر نظامنا وفرادة كياننا. وفي هذا السياق تأتي ضرورة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني بكاملها من دون انتقائية أو استنسابية، وتطويرها وفقاً للحاجة من خلال توافق وطني. في بعبدة بروتوكول أعاد عائلة العماد عون للمرة الأولى إلى بيت الشعب الذي غادرته في 13 تشرين، يوم المشاعر المتناقضة بامتياز بين الغصة المدفونة ودمعة الفرح، وبين شعور الظلم وقوة الإيمان بأن الحق لابد آت، فالحقيقة لا تنكسر، لابد أن يأتي يوم وتنتصر. كل شيء انقلب إلا القصر الجمهوري الذي أراده الرئيس عون كما العماد عون بيت الشعب. ظهر من هون ما كانت ذليلة، بالعكس خسرنا المعركة ما انسحقنا. ضلينا واقفين وراسنا مرفوع، ورحنا من هون وبعدنا عن لبنان، ولكن كمان ما توقف نشاطنا.
ضلينا جاهد، وساعتها خلصت مرحلة النضال المسلح وبلش النضال السلمي يلي بدأوه الطلاب، يلي بدأوه اللبنانيين. وكانوا كنت دائما وصيهم انه لا عنف في تظاهراتكم ولا في سلوككم. وهيك 15 سنة مضيوا ما انكسر ازاز على يدهم، وهيدي كان اكبر امتيلة لاكثر الشعوب متحضرة وليس للمتخلفة. يمكن ظنوا الجميع انه فيهم يكبتونا، ولكن ما حدا قدر، لانه الحريه والكرامه هي من قيامكم الداخليه ولا يمكن ان تنتزع. كانت انطلاقه العهد سريعه، استشارات فتكليف للرئيس سعد الحريري وتشكيل للحكومه قبل راس السنه لتكون اولى بصمات العماد عون الموافقة على اتفاقات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، وبالتالي صدور المراسيم المتعلقة بإطلاق دورة التراخيص الأولى وتلزيم البلوكين البحريين 4 و9 لتجمع شركات توتال، أني ونوفاتيك. قرأ العماد عون خطاب قسم مكتوبا، لكنه في الحقيقة يشكل مبادئ حياته السياسية. تعهد بالعمل لوضع قانون انتخابي عادل يؤمن صحة التمثيل والمناصفة الفعلية قبل موعد الانتخابات، وهكذا كان، فقطع الطريق على محاولة جديدة للتمديد لمجلس 2009 مستخدماً صلاحيته في المادة 59 من الدستور في سابقة تاريخية، بعدما أحجم أي من أسلافه بعض الطائف عن استخدامها وأرجأ انعقاد مجلس النواب شهراً. إن وثيقة الوفاق الوطني وقد صارت جزءاً لا يتجزأ من الدستور اللبناني تنص على أن تجرى الانتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخابي جديد يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لجميع فئات الشعب اللبناني وفاعلية ذلك التمثيل. سبق وحذرت مراراً من تداعيات التمديد وهو ضد المبادئ الدستورية، وحتماً لن يكون له سبيل في عهد انهاض الدولة وسلطاتها ومؤسساتها على أسس دستورية وميثاقية سليمة، وإفساحا في المجال لمزيد من التواصل بين جميع الأفرقاء، ومنعا لاستباحة إرادة اللبنانيين لجهة حق في الاقتراع واختيار ممثليهم، ووضعا للجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية. قررت تأجيل انعقاد جلسة المجلس النيابي مدة شهر واحد، وذلك استنادا إلى نص المادة 59 من الدستور اللبناني. كانت هذه الخطوة أول حجر في زاوية قانون الانتخابات النسبي، وهو سابقة أيضا في لبنان. وهكذا كان التمديد التقني لعام تحضيرا لأول انتخابات نيابية على أساس نسبية، وفي يوم واحد أرخه لبنان في 6 أيار 2018 مع إنجاز تاريخي ثالث أعطى المنتشرين اللبنانيين حق الاقتراع للمرة الأولى، إلى جانب تفعيل عمل البعثات الدبلوماسية بإقرار المناقلات الدبلوماسية للمرة الأولى منذ العام 2014. استغلال وجعكم وحاجه بعضكم اكبر خصم لكم بالانتخابات، محاوله مستميته لتثبيت نفوذ يلي وصلوكم لهون حتى يرجعوا يبتزوكم عند كل استحقاق. بتمنى تعلى صرختكم بوجه تجار الهيكل، تجار البشر والوطن. سكروا بابكم بوجهن وقولوا لهم ضميرنا مش للبيع، ونحن مش للبيع. كشفنا منظومة الفساد حتى نقدر نبني النظام والمؤسسات، وكلفتنا كثير غالي
ما تسمحوا له ترجع تنتعش من جديد. ثورة صندوق الاقتراع لازم تكون أنظف وأصدق ثورة، ما تبيعوها لحدا، كونوا أحرار وراء العازل لكم دقيقة تربحوا وطنكم وبتعيشوا فيه أحرار وبكرامتكم كل حياتكم. قائد الجيش الذي واجه الاحتلالات العسكرية لم يكن يقبل استمرار الاحتلال الإرهابي للبنان، وبالتالي كان لابد من استعادة السيطرة على الحدود الشمالية الشرقية من قبضة داعش والنصرة. وكما كانت مقاومة الإرهاب على مدى السنوات الخمسة منذ 2012 بتكامل الجيش والشعب والمقاومة، هكذا كان التحرير أيضاً. فبعد عملية المقاومة في جرود عرسال حان دور جرود رأس بعلبك، وبصوت الرئيس عون من غرفة العمليات على مسامع العسكريين لاح فج الجرود ليتحول لبنان أول بلد يطرد الإرهاب من أراضيه. أنا عم تابعكم اليوم من غرفة العمليات، عقلنا قلبنا معكم، حييكم أنتم لبنان كله، اليوم عم نتطلع عليكم، منتظر منكم الانتصار، وبعرف أنه ما رح تخيبونا. حييكم، حيي كل عسكري عم بيقاتل معكم. وهكذا نفذ الرئيس عون القائد قسمه العسكري بالحفاظ على علم لبنان وقسمه الرئاسي لصون سيادته، وإن كان أحد فصول معركة الجرود قد أقفل مأساة بعد كشف مصير العسكريين الذين خطفهم داعش في معركة عرسال الأولى عام 2014. أقفل الملف ولم يلتئم الجرح النازف، خصوصاً أن الرئيس عون كان حذر مراراً منذ كان رئيساً لتكتل التغيير والإصلاح من السياسة الحكومة المتبعة في مواكبة انعكاسات الحرب السورية. عاد العسكريون بعد الانتصار لا يحملون العلم لأن العلم احتضن رفاتهم. ساعة قليلة تسبق انتهاء ولاية الرئيس عون الرئاسية، فماذا عن تفاصيل النهار الأخير كرئيس ولكن من الربيع؟ التفاصيل مع الزميل جورج عبود. جورج يعطيك العافية. الله يعافيك جريس ومشاهدي الأو تي في أيضا. جورج، ماذا في تفاصيل هذا النهار في الرابي اليوم؟ يعني جريس، نحن على بعد 4 ساعات من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون رسميا. خلال هيدا النهار يعني الاستقبالات الرسمية كان في موعد واحد يمكن وصفه بالإنجاز، نظرا لأهميته الثقافة، أهميته لجذب البلدان حوالينا، وأيضا التنافس يلي شهده لبنان، خاصة وأنه رئيس الجمهورية كان مصر على هيدا الموضوع، وهو لهيدي الغاية كان استقبل الأمين العام لمنظمة الدول الفرنكوفونية يلي زارت بيروت من أجل افتتاح المقر الإقليمي للمنظمة بوسط بيروت، وتحديدا رح يكون موقعها بالحمرة. يعني رئيس الجمهورية يلي اشتغل على هيدا الموضوع قرابة 6 سنوات، كان في تنافس بيننا وبين تونس من أجل جذب هيدا الموضوع، وبالفعل كونه رئيس نائب رئيس القمة الفرنكوفونية هيدا من بعد سعي حثيث صار، وبالنهاية كان في بشرة من ممثلة الفرنكوفونية على أنه لبنان رح ينطلق بهيدي الخطوة. الرئيس عون كان أبلغ الأمين العام لمنظمة الدول الفرنكوفونية أنه اعتماد بيروت مقر للمكتب الإقليمي بالشرق الأوسط دليل آخر على ثقة العالم بلبنان، وتأكيد على دور لبنان الثقافي والحضاري بمحيطه والعالم. يعني رئيس الجمهورية يلي كان تمسك بصلاحياته الدستورية لآخر نفس للربع الأخير، خاصة من خلال يعني عملية
عملية الرسالة يلي بعتها، أولا رسالة إلى مجلس النواب، وأيضا اعتبار الحكومة مستقيلة. وين أهمية هذا الموضوع جريس؟ أهمية هو بمجال الضغط من أجل تشكيل حكومة جديدة منعا للفراغين. نحن عم نحكي عن الفراغ بالرئاسة والفراغ أيضا بالفراغ الحكومة، وبالتالي بنعرف تداعياتها، خاصة أننا نحن رايحين على استحقاقات مهمة، من يعني لازم يكون في أقله حكومة. من هون أتى هيدا الضغط، إلا أنه كان الموضوع مبين، تباشيره كانت مبينة من خلال الشروط التعجيزية، من خلال نية رئيس الحكومة المكلف، كان واضح أنه لا نية لتشكيل هذه الحكومة. وتأكد هذا الموضوع أكثر لما اليوم سافر من أجل المشاركة بالقمة العربية بالجزائر، يعني سافر هو بوقت قبل الظهر كان صار بالجزائر، وبالتالي هذا دليل على أنه ما في نية جدية من أجل تشكيل الحكومة، وبالتالي العترة مثل ما بيقولوا على اللبناني، إلا إذا كان في عصاية سحرية يلي شهده المواطن اللبناني بست سنين يرجع يتنفس مع انتهاء العهد. نعرف النكد السياسي وتبشيره عم بتبين بموضوع عودة الكهرباء إلى اللبنانيين خلال عشر ساعات خلال النهار، موعودين فيه يعني على أمل تنشوف. هيدا النهار يعني كان نهار هادئ، اللي فينا نعقده أنه استقبالات رئيس الجمهورية اقتصرت الرسمية على ممثلة المنظمة الفرنكوفونية، وأيضا كان في من خلال المشاهدة يعني كان في حفاوة بالاستقبال للرئيس العماد ميشيل عون من بعد ست سنين من معاد من بعبدة باتجاه الرابية، وخاصة من قبل الجيران المحيطين، وخاصة منزله المتواضع يلي كتير عملوا حملات عليه، يلي هو منه أكبر من 320 متر مربع، وما كان بده كل هالحملة يعني من باب النكد أيضا لحقينه يعني حتى على هيدا الموضوع. الجيران كانوا كتير فرحين بعودته إلى الرابية مجددا، شفناهم كانوا عم يجوا أنه بعودته بالسلامة، شفناهن عم بيجيبوا له حلو، وأيضا بقيت الزهور الكتيرة يلي حصل عليها رئيس الجمهورية من قبل الجيران فرحا بعودته إلى الرابية. إذا جريس منستمع إلى كلمة الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. أنا هنا لافتتاح المقر الجديد للمنظمة الدولية للفرنكوفونية هنا في بيروت، والاستطفاء فأنه تزامن مع اليوم الأخير من ولاية رئيس الجمهورية الذي كان في يريفان خلال القمة الأخيرة للفرنكوفونية، حيث تم اتخاذ إنشاء المقر الإقليمي للمنظمة. لقد كنا مسرورين في المنظمة للحصول على هذا المقر الذي بدأ العمل بعد فترة 4 سنوات من قرار إنشائه، خصوصا مع الصعوبات التي واجهها لبنان خلال السنوات الأخيرة. باسم لبنان نفتخر ونعتز بهذا الحدث الهام على صعيد العلاقات مع المنظمة الدولية الفرنكوفونية التي كانت دائما إلى جانبنا، وهذا الحدث يندرج في مسار تاريخ الثقافة اللبنانية التي تبقى معدن الذهب بالنسبة إلى لبنان وبالنسبة إلى وطن الأرز، ولذلك نحن كلنا اليوم فخورون بهذا الحدث الذي للصدف يجري في آخر يوم من ولاية فخامة رئيس الجمهورية، الذي منذ قمة إريفان تابع مشاريع الفرنكوفونية ومن ضمنها افتتاح هذا المركز. بصفة ممثل للمنظمة الفرنكوفونية في الشرق الأوسط، فأنا فخور ومسرور جدا بأن أبدأ عملي ومهمتي في لبنان والشرق الأوسط للمساهمة والمساعدة على تعزيز اللغة الفرنسية وقيم الفرنكوفونية، وأيضا لامتياز المنظمة ودورها في نشر الإشعاع اللبناني وتعزيز الروابط والتعاون بين الفرنكوفونية والمنطقة. وفي حديث لصحيفة الأنباء الإلكترونية، رأى الرئيس عون أن مرسوم قبول استقالة الحكومة لا يتعارض مع الدستور.
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون على أن تأليف الحكومة يحتاج وفق الدستور اللبناني إلى تفاهم رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية الذي عليه أن يوقع على مرسوم لتبصر الحكومة النور. وأضاف الرئيس عون في حديث للأنباء الكويتية: لا يمكنني من موقعي كرئيس للجمهورية أن أسلم باعتماد معايير مختلفة في التعاطي مع مسألة تشكيل الحكومة، وقد أبلغت رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بذلك، ولكن يبدو أنه لا إرادة لديه لتشكيل الحكومة، وإلا لكان اعتمد معيارا واحدا في تعاطيه مع الكتل النيابية ومطالبها بدلا من فرض الوصاية على تكتل نيابي واحد فقط، ولكننا انتهينا من مسألة تشكيل الحكومة منذ فترة. وتابع توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة أمر لا يتعارض مع مواد الدستور، وقد تم اتباع عرف بوجوب قبول الاستقالة عند تشكيل حكومة جديدة لإصدار مراسيمها، إلا أن الأعراف يمكن أن تخرق فيما لا يمكن المساس بمواد الدستور. ولفت إلى أن ما تشديدي على هذه النقطة إلا للإضاءة على حقيقة مرة مفادها أنه في ظل عدم التوافق على شخصية لتخلفني في موقع الرئاسة، لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تقوم بالمهام المطلوبة منها في ظل الفراغ الرئاسي، وسيكون المشهد سيئا جدا في هذه الحالة. وقال: ليس سرا أن انتخاب رئيس للجمهورية يحتاج إلى توافق القوى السياسية اللبنانية، وهذا أمر بعيد المنال حاليا، فلم يتم الالتقاء على قواسم مشتركة يمكن البناء عليها لاختيار الشخصية التي يرى الجميع أنها تملك المقومات القادرة على جمع مختلف الأطراف حولها، وهذا ما رده إلى عدم وضع أولويات تسهل التوافق المطلوب. وأشار إلى أنه قد حاول تكتل لبنان القوي القيام بخطوة في هذا الاتجاه، وجال على القوى السياسية والحزبية لمناقشة ورقة الأولويات التي وضعها لاختيار رئيس للجمهورية، ولكن لم تؤدي المحاولات إلى النتيجة المطلوبة. واستكمل: إزاء هذا الوضع بات من المنطقي الخوف من فراغ رئاسي، خصوصا أننا أصبحنا في ربع الساعة الأخير من انتهاء ولاية الرئاسية بشكل رسمي. وشدد الرئيس عون على أنه سبق وقلت احتفظ لنفسي بكل الخيارات المتاحة لتفادي المشهد السيء الذي ينتظرنا في الآتي من الأيام، وسقف هذه الخيارات هو الدستور بطبيعة الحال الذي أقسمت على الحفاظ عليه، وليس من عادتي أن أخلف بقسمي منذ كنت شابا في المؤسسة العسكرية التي قضيت فيها معظم حياتي وحتى ما بعد انتخاب رئيسا للجمهورية. هذه طبيعتي وهذه قناعاتي ولن أحيد عنها. وأضاف الرئيس عون: صدر كثير من الكلام والشائعات والأكاذيب حول بقائي في قصر بعبدة حتى بعد انتهاء الولاية ورفض المغادرة، على الرغم من تأكيدي أكثر من مرة أنني أحترم مدة ولايتي ولن أبقى دقيقة واحدة إضافية في منصبي. وتبين أن كل هذه الأكاذيب كان الهدف منها التجيش ضدي واستهدافي سياسيا في الأيام الأخيرة من ولاية رئاسية. وقال الرئيس عون: كنت أعتقد أن التوافق على انتخاب رئيسا للجمهورية سيضعنا جميعا على قارب واحد للانطلاق في عمليات الإصلاح والتغيير التي يحتاجها البلد بعد سنوات من السياسات المالية والاقتصادية الخاطئة وانتشار الفساد والهدر في المؤسسات. ولفت إلى أنه تفاجأ أن ما كان يقال في العلن غير ما يتم العمل به فعليا، فوجدت نفسي شيئا فشيئا أناضل وحدي من أجل مكافحة الفساد وإجراء التغييرات الضرورية لتفادي الوصول إلى ما وصلنا إليه. وأكد أنه هذا تماما ما تحدثت عنه حين قلت أنه إن لم نجري الإصلاحات اللازمة فإننا ذاهبون إلى جهنم، فتم استغلال الكلمة لمنافع سياسية رخيصة. ولفت إلى أنه: لكن للأسف حصل ما كنت قد حذرت منه، ولم يقف أحد إلى جانب للدفاع ما كان يجب القيام به من أجل لبنان واللبنانيين، وبتنا اليوم ملزمين السير في مسار أصعب بكثير مما كان متاحا إذا ما أردنا الخروج من الأزمة المستفحلة. وأبدى رئيس عون تفاؤله بوصول التدقيق الجنائي إلى خواتيمه، ولو عمد البعض إلى تأخيره، ولكننا سنتابع السير به حتى النهاية، لأنه أصبح مطلبا دوليا وأيضا شرطا أساسيا للنهوض بلبنان. وأضاف: من الطبيعي بعد انتهاء ولاية رئاسية أن نتحرر من المسؤوليات التي تترافق مع المنصب الرسمي مع ما اكتسبته من خبرة كرئيس للجمهورية على مدى 6 سنوات. وتوقف عند إنجاز ترسيم الحدود الذي كان يعتبره الكثيرون بمن فيهم العديد من اللبنانيين
اللبنانيين أنه أمر مستحيل نظرا لحالة العداء التي تجمع لبنان وإسرائيل، ولكن بفضل وحدة اللبنانيين وثباتهم في موقفهم تمكنا من القيام بسابقة فريدة من نوعها في الصراع العربي الإسرائيلي، حيث أن إسرائيل اعتادت أن تأخذ من العرب ولكنها وجدت نفسها اليوم في الموقع الآخر، وأن لبنان تمكن من أن يأخذ منها ما تعتبره حقا لها ومن دون الحاجة إلى حرب. وأكد أنه في الحقيقة فإن الوضع كان حساسا لأن البديل عن فشل المفاوضات كان احتمال اندلاع حرب، وبالتالي اللجوء إلى مفاوضات تحت ضغط القذائف والقبول ربما بأقل مما نرغب فيه. واستكمل: أما الأهم فيبقى أنه لم نلجأ إلى التطبيع أو إلى اتفاق سلام مع إسرائيل التي لا تزال عدوة. وتبع: يمكن لللبنانيين أن ينطلقوا من إنجاز الترسيم للبدء في عملية النهوض والبناء المستدام لمستقبل اقتصادي ومالي سليم يحسن ظروف حياتهم ويعيد الحياة الطبيعية إلى ربوع الوطن. وأكد أنه: بعد الرئاسة سأعود إلى ما كنت عليه قبلها، لقد ناضلت طوال حياتي من أجل بلدي وشعبي ولن أتوقف، هذا عهد آليته على نفسي وسأعمل به طالما أنا على قيد الحياة. ومع دخول البلاد أيضا في فراغ حكومي، بدأت تتكشف مسؤوليات مع إعلان رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي وللمرة الأولى علنا أنه لم يرى مصلحة في تشكيل الحكومة، ما دفع به إلى الإبقاء على الحكومة بصيغتها الحالية. لقيت أنه ما في مصلحة أنه نعمل حكومة بآخر 3-4 أيام لا تكون لها الثقة وتكون تصرف الأعمال، حكومة جديدة وبعد ما عارفين يقدروا يصرفوا الأعمال كما يجب أن تصرف، بوقت أنه في حكومة موجودة وعم تصرف أعمال وهي عندها ثقة المجلس الماضي، وكانت هي بموجب دستوري صار استقالتها. فبالتالي لقيت أنه الأفضل بني كفي بالحكومة الحالية ضمن تصريف الأعمال لأن ما حيتغير شيء. وردا على كلام ميقاتي كلام عالي النبرة لعضو تكتل لبنان القوي النائب سيزر أبي خليل عبر الأو تي في. حتى وردت برسالة فخامة الرئيس لمجلس النواب، وردت على لسان عدد من الوزراء سمعوها منه شخصيا انه ما عنده ناوي ولا شو نشكل حكومه ومش حرزان نشكل حكومه وبلا ما نشكل حكومه. فبالتالي عدم النيه لتشكيل حكومه كانت وارده، وهذا الامر اللي كنا عم نتصدى له، لانه ما واحد بيتقدم تيعمل خبريه وبكون عنده النيه ما يعملها، هذا بكون غش، بكون عم بغش اللبنانيين وعم بغش اللي كلفوه. هو اعتبر انه لا مصلحه، وجد ان لا مصلحه في تاليف حكومه جديده بالايام المتبقيه لتصريف الاعمال، والافضل ان اكمل بالحكومه الحاليه. كان ما ترشح كيف بده يكمل بحكومه ما عندها صلاحيات؟ ما في يعمل شيء. حكومه ما عندها صلاحيات تصبح اذا مارست صلاحيات مش لها تصبح حكومه مغتصبه للسلطه. وستلاحق على هذا الاساس. ما يفكر القصه، عصر اللا عقاب خلص. كيف كنت لقيتوا شو بتعملوا؟ كيف كنت لحقوا يعني؟ في الوسائل كل منوصل عليه. بالتزامن دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة للمجلس الخميس المقبل مخصصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد بشلعون. فما هي مواقف الكتل؟ الزميلة جويس نوفل تنضم إلينا لتضعنا في الأجواء المواكبة للجلسة. جويس يعطيك العافية. شكرا غريس، الله يعافيك. جويس، ما هي أجواء الكتل قبيل هذه الجلسة؟ بالفعل يعني في مكان البعض ينتظر أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى هذه الجلسة قبل 31 تشرين، قبل ليل 31 تشرين الأول 2022، يعني نهاية ولاية الرئيس عون. دعا نهار الخميس إلى هذه الجلسة يلي بناء على الرسالة التي وجهها بالأمس الرئيس العماد ميشيل عون، وهذه الجلسة عند الساعة 11 يوم الخميس ستكون مخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. يمكن القول أنه الكتل النيابية لا موقف لها حتى الساعة من هذه الرسالة، الجميع ينتظر الدراسة القانونية والدراسة الدستورية، كل طرف وكل كتلة نيابية وكل نائب إذا أمكن القول يختص أو يستشير اختصاصي دستوري واقتصاصي قانوني للمشاركة يوم الخميس في هذه الجلسة. من المتوقع أن تكون هناك مشاركة لمعظم الكتل النيابية إلا إذا طرأ أي جديد. وفي اليومين المقبلين غريس ستعقد كل الكتل النيابية اجتماعات لألا أو مشاورات فيما بينها لأخذ الموقف الأكيد
من الرسالة اللي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى مجلس النواب بالأمس، والتي قال أنه هو تريث بتوجيه هذه الرسالة إلى مجلس النواب، وطلب من مجلس النواب أن يتخذ الموقف والإجراء أو القرار المناسب لمنع الأمور من أنه تنحرف لما هو لا مصلحة للبنان فيه، وذلك بناء على أنه لمس من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، واستمعنا لهذا الأمر بصوت رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، أنه هو لا يريد تأليف حكومة في اليومين أو الأيام الأخيرة من هذه ولاية عهد الرئيس عون. وبالتالي الكتل النيابية كما قلت يعني بجولة على كل الكتل النيابية كان هناك قرار بعدم إعطاء أي موقف إلى حين أن يجتمع التكتل، أن تجتمع الكتل النيابية كل على حدة بطبيعة الحال لأخذ الموقف الموحد. الحزب الاشتراكي أو اللقاء الديمقراطي أكدت مصادره أنهم يحرصون على دستور الطائف ولا يريدون الفراغ، وهم يعني يحاولون منع الفراغ بإطالة هذا الموضوع، واعتبر أن الموقف سيكون للاشتراكيين بالجلسة. أيضا تكتل لبنان القوي سيعقد اجتماع غدا لا يبني موقفه على هذا الأمر. القوات اللبنانية كانت أكدت أيضا بهذا الإطار أنه هي ستتشاور غدا فيما بين كنواب بهذا الموضوع، ليس هناك من اجتماع رسمي بحسب المعلومات الأولية، ولكن سيكون هناك مشاورات وسيتم الإعلان عن موقفهم فور التأكيد والتشديد على ما ستؤول إليه هذه الأمور. أيضا مصادر حزب الله بنفس الوقت أكدت أنه هي ستدرس هذا الموضوع من جوانبه الدستورية والقانونية وستبني على شيء مقتضاه، ولكن الجميع لم يقل أحد أنه سيكون هناك أي مقاطعة لهذه الجلسة. بالمبدأ سيحضر الجميع جلسة نهار الخميس التي دعا إليها بري لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. شكرا لك الزميلة جويس نوفل على كل هذه المعطيات. بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتأمين الكهرباء 10 ساعات يوميا نهاية السنة وبسحر ساحر، وزير الطاقة يبلغ مؤسسة كهرباء لبنان بدء العمل بالتعرفة الجديدة انطلاقا من الغد، فماذا في التفاصيل؟ جويل حبيب. أطلقت المديرية العامة للنفط بوزارة الطاقة 3 مناقصات لشراء فيول أويل جريد أي وجريد بي وغاز أويل لتشغيل معامل الإنتاج بمؤسسة كهرباء لبنان، بعد مشاورات أجراها وزير الطاقة وليد فياض مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واللي أدت لتأمين التمويل. وذكر بيان الوزارة أن الكميات اللي رح يتم التعاقد على استيرادها تكفي لرفع معدل تغذية الكهرباء من 8 لـ10 ساعات، علما بأنه فض العروض رح يتم بتشرين الثاني وتسليم الكميات ما بين 1 و10 كانون الأول. ولكن المشهد ضبابي حول جدية التمويل واستعجال رئيس ميقاتي، فحاولنا التواصل مع مقربين منه لنستوضح أكثر بعد ما كان حاكم مصرف لبنان رفض منح فياض الموافقة على فتح اعتمادات لتغطية 6 أشهر من عمليات الاستيراد، لأنه الأمر بيتطلب تقريبا 600 مليون دولار، فكان الجواب هالموضوع كله عند الوزير. وبحسب فياض مسألة التمويل مرتبطة بـ3 خيارات. الأول هو أنه يفتح مصرف لبنان الاعتمادات لتغطية استيراد البواخر بشكل كامل، يعني أنه يسدد من سيولته بالعملة الأجنبية قيمة هيدا الاعتمادات عند استحقاقها، مقابل أنه تدفع الحكومة بالليرة اللبنانية على سعر صيرفة. أما الخيار الثاني فهو أنه تقوم المصارف الأجنبية اللي كان لبنان يشتغل معها بفتح الاعتمادات مثل السابق، وهي على ثقة بأنه الحكومة اللبنانية رح تسدد قيمة الاعتمادات عند استحقاقها مع فوائد. والخيار الثالث هو أنه يكون ضمن عروض الشركات بالمناقصة تسهيلات ائتمانية مقابل ضمانات بأنه الأموال رح تتسدد عند الاستحقاق. لا، أنا بعتقد الخيار الثاني والخيار الثالث يلي بعتي لي إياهم حقيقة من المتاحين. بعتقد أنه الخيار الأول هو الوحيد المتاح، أي التمويل من مصرف لبنان.
وبعتقد انه في بين ال 150 لل 200 مليون دولار رح يروحوا من مصرف لبنان حتى يمول فيهم صفقه الشراء هيدي. تعرفة الكهرباء الجديده عباره عن 10 سنت على استهلاك اول 100 كيلووات و27 سنت لما تتخطى ال 100، واكيد قابله للتعديل بحسب تقلبات اسعار النفط. شروط البنك الدولي معروفه، يعني ما تروحها، بدك تعملي اصلاحات، وهذه الإصلاحات إذا ما عملتيها ما رح يمشي الحال، يعني بعد ست أشهر رح ترجع مثل ما كنتي هلأ. الإصلاحات اللي طلبها البنك الدولي من بين رفع التعرفة، الإشكالية الكبيرة إنه إذا رفعت التعرفة بدون ما تتشددي بعملية الجباية، بعتقد إنه ما رح نقدر نتوصل لنتيجة، لأنه حتى من بعد ما ترفعي التسعيرة ما رح يقدروا يكفوا المصاري تيسكروا لك كلفتك. لذلك الشراكة مع القطاع الخاص ممكن تريح الدولة من الضغوطات السياسية ومعارضة الأفرقاء على هذا الصعيد، بتتركي للقطاع الخاص مثل ما عم بيصير بالموتور، بتدفعي بمشولك الكهرباء، ما بتدفعي ما بمشولك الكهرباء. بالنهاية في حالة أمن التمويل وتزامنت زيادة ساعات التغذية مع تطبيق التعرفة، تبقى الخطة خطة ظرفية بتأمن الكهرباء لكم شهر، ورح تستمر المشكلة الأساسية بتأمين التمويل بالعملة الأجنبية بمعدل 1.2 مليار دولار سنوياً لتشغيل المعامل. ولهالسبب بيبقى تنفيذ الخطط المتكاملة والاستقرار السياسي هن المدخل الوحيد لنطوي مرحلة طويلة من التخبط وتأمين الكهرباء لكل لبناني. فاصل، نعود بعدها إلى النشرة. من الأو تي في نواصل النشرة. أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض وصول الدفعة الأولى من لقاح الكوليرا إلى لبنان مقدمة من شركة سانوفي وبدعم من الحكومة الفرنسية، مشيرا إلى أن اللقاح دور أساسي إلى أن للقاح دور أساسي في الحد من انتشار الكوليرا، وذلك في مؤتمر صحفي بمشاركة سفيرة فرنسا في لبنان أنغريو. يشكل انتشار وباء الكوليرا تحدياً آخر يضاف إلى التحديات التي يواجهها نظامنا الصحي، لكن هذا الوباء يشكل فرصة أيضاً للإضاءة على مكامن الخلل في البنى التحتية في بلدنا، والتي يؤثر سوء عملها على قدرتنا على مجابهة الأوبئة والأمراض. ولعل هذا الوباء يدق ناقوس الخطر للمسؤولين في قطاعات المياه والنفايات والصرف الصحي للعمل سريعا على سد الثغرات وإعادة العمل في محطات ضخ المياه وتكرير المياه المبتذلة، لنتمكن من تجاوز هذا الوباء ووأده في مهده قبل أن يتوطن في لبنان، مما يشكل كارثة ليس فقط على القطاع الصحي بل على القطاع الزراعي والسياحي، وبالتالي على الاقتصاد ككل. للقاح دور أساسي في الوقاية من انتشار الكوليرا والحد من ذلك، ونحن نشكر لسانوفي ولفاونديشن أس، وهي مؤسسة إنسانية تابعة لسانوفي، على جهودهما وبالتعاون مع السفارة الفرنسية لتأمين لقاح الكوليرا إلى لبنان وبالسرعة اللازمة، على الرغم من النقص الحاصل في اللقاح في العالم. اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، كما اجتمع مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميي، الذي قال إنه سيدعو اللجنة بكل وزاراتها المعنية بالترسيم للاجتماع، وستتم مقاربة الأمور بشكل هادئ مع قبرص وسوريا ولصالح كل البلدان ووفق القوانين العالمية ووفق القانون اللبناني. مثل ما بتعرفوا كلكم، صار في اجتماع بوزارة الأشغال العامة والنقل اللي كان هو استكمال الاجتماع اللي صار بالقصر الجمهوري قبل الظهر نهار الجمعة. وضعت الرئيس ميقاتي بتفاصيل الاجتماع، ووضعت الرئيس ميقاتي كمان بالقراءة الأولية لعملية مش تقييم، قراءة أولية لما حصل من أكثر من 15 سنة بالنسبة لموضوع الترسيم مع قبرص ومع سوريا. بطبيعة الحال أنا رح أدعي اللجنة بكل وزاراتها المعنية بترسيم الحدود. مقاربة الأمر حيكون بشكل هادئ مع قبرص وسوريا،
وبالتالي لمصالح البلدان جميعا قبرص وسوريا ولبنان وفق القوانين العالمية وفق القانون اللبناني. بالتالي هذا الموضوع شوي مش حن يعني خلينا نكون صريح مش حيكون حنتسرع فيه ومباشرة هيدا الأسبوع والأسبوع الجاي وإلى آخره، لا حناخد وقتنا شوي لحتى نعمل قراءة عملية ترضي جميع الأطراف قبرص وسوريا ولبنان. فاصل ثاني. أخبار الرياضة مع إلي نصار. حقق منتخب لبنان للسيدات بالفوليبول فوز كبير على منتخب الأردن 3-0 بإطار استعدادات المنتخبين لبطولة غرب آسيا يلي رح تصير بالعاصمة الأردنية عمان بمنتصف شهر تشرين الثاني المقبل. المباراة الودية هي الأولى من أصل 3 مباريات رح يجمعوا المنتخبين بإطار المعسكر التدريبي للمنتخب الأردني بلبنان، وتقام هالمباريات على ملعب نادي الشباب البترون، وحضر المباراة الأولى جمهور كبير تقدمهم رئيس اللجنة الخماسية لتسيير شؤون الكرة الطائرة ميشيل أبي رميا ومقرر اللجنة رئيس الاتحاد المستقيل وليد الأصوف وعدد من الأعضاء المستقلين باتحاد الكرة الطائرة. سيدات لبنان سيطروا على المباراة وأنهوا بمصلحتهم 3-0 25-13 25-15 25-20 وتفوقوا هجوما ودفاعا ونفذوا تعليمات المدربين الوطنيين إلين نار وجوني اللقيس ومسؤول الإحصاءات جون أبو جودي. البعثة اللبنانية لبطولة غرب آسيا رح تغادر العاصمة الأردنية عمان للمشاركة بهالاستحقاق وبتضم المهندس علي خليفي الدكتور إلي موسى جوني اللقيس إلين نار جون أبو جودي جوال الكوبا ميرلا سعد ميرا عدرا قائدة المنتخب واللاعبات سارة عكيري آيا ماريا مطر ليا شبيب ميرنا شيخو ياسمين تامر ريم العلي أندريا أبي صعب ماريلا جريدي إما صفا كارين مكرزل وسلين بشعلاني. حقق منتخب لبنان للرجبي ليج إنجاز جديد لهاللعبة بعد ما ضمن تأهله المباشر لبطولة العالم فرنسا 2025 بفوزه الكبير والمستحق على منتخب جامايكا 74-12 شوط الأول 42-0 بالمباراة يلي جمعتهم بالمرحلة الأخيرة من الدور الأول لبطولة العالم 2022 على ملعب فيلاج سبورت بمدينة لي الإنجليزية ضمن منافسات المجموعة الرابعة يلي بتضم للبنان وجامايكا نيوزيلندا وإيرلندا. بهالفوز المنتخب اللبناني تأهل مباشرة لبطولة العالم المقررة بفرنسا بال 2025 كما بلغ الدور ربع النهائي من بطولة العالم 2022 ورح يواجه المنتخب الأسترالي حامل اللقب يوم الجمعة 24/2 الساعة 9:30 ليلا بتوقيت بيروت على ملعب جون سميث بمدينة هيدرسفيلد بإنجلترا. المنتخب النيوزيلندي ربح يوم الجمعة على منتخب إيرلندا 48-10. بطريقه للدور ربع النهائي لبنان خسر قدام نيوزيلندا 12-34 وربح على إيرلندا 32-14 وعلى جامايكا 74-12. فنيا المباراة كانت من طرف واحد هو الطرف اللبناني مثل ما بتبين نتيجتها، وتمكن منتخب الأرز من فرض سيطرة مطلقة على منافسه وفرض أسلوبه باللعب من البداية وحتى النهاية. مدرب المنتخب اللبناني مايكل الشيخة اعتبر بعد المباراة أنه التأهل مهم لأنه بيساعد على تطور اللعبة، وقال أنه لبنان رغم كل الظروف الصعبة موجود بأقوى البطولات وعم بينافس أعرق الدول بهاللعبة. أما عن المواجهة مع منتخب أستراليا فقال أنه لبنان رح يقدم كل يلي عنده مثل ما عمل بكل مبارياته وفي وقت كافي للتحضير للمباراة، لكنه اعتبر أنه المباراة قدام أستراليا لن تكون سهلة، لكن منتخب لبنان رح يكون خصم عنيد علما أنه أستراليا هي بطلة العالم للرجبي ليج. الأحوال الجوية مع نرمين إربين بشارة. بو فاينانس تحويل شغلتنا.
مساء الخير. طقس خريفي متقلب عم بيسيطر على أجوائنا، بتتساقط الأمطار لبكرة الثلاثة خاصة بالقسم الأول من النهار، ودرجات الحرارة رح تتسجل على الشكل التالي. نبدأ من الشمال، وعكار عم بتسجل 23 درجة، طرابلس 25، العاصمة بيروت وصور أيضا عم بيسجلوا 25 درجة. ننتقل إلى بعلبك اللي عم تسجل 25، لقلوق 14، سحل 25، وجزين 18 درجة. نسبة الرطوبة ساحلة توصل لل 75%، أريح سطحي جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين 10 وال 35 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج. إذا شو الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة؟ للثلاثة جونا غائم جزئيا إلى غائم متقلب وماطر أحيانا، ودرجات الحرارة بتسجل ساحلا 24 درجة. للأربعاء الخميس والجمعة جونا بيستمر خريفي غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة على ال 24 درجة لنهار الأربعاء والخميس، وبترتفع ل 26 درجة لنهار الجمعة. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، اللي لاقوني بكرة بذات الوقت وبنشرة جديدة. تصبحوا على خير. ومع هذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر إنستغرام، فيسبوك وتويتر. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.